السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا مسطب باكج معينة وعايز أخد أمثلة منها وعايز إن أنا أبدأ إن أنا أتعلم فيها، فأعمل إيه؟ أي باكج بتيجي بقول له إن أنا عايز مانج أباكج. أنا مثلا عندي الباتر فلاي والهاني بي والليدي باج، دول 3 خاصين بالاستخدام كانوا موجودين في الجراس هوبر، فأنا عايز أشوف أمثلة على الباتر فلاي. فأجي على الثلاث نقط دول وأقول له شو رود دايركتوري، بتلاقي هنا البن وهنا الديفينيشن وهنا الاكسترا، ممكن تلاقيهم مرتبهم بشكل اخر. هنا ده اكزامبل، هختار مثلا دوت، ادوس عليه رايت كليك والاقي كوبي از اباص، كده انا خدت الباص. واجي هنا اقول له ان انا عايز اشغل اوبن، وهدي له مسار واقول له اوبن، فتح معايا. ممكن اقول له ران ويبدا ان انا اعمل زوم وابدا اتعلم المثال دوت، واعرف ايه الحاجات المفروض تتحط وايه الحاجات المفروض ان احنا نعدل فيها. ده طبعا احسن مثال، المبرمج نفسه هو اللي عاملها، فتقدر ان انت تاخده كنموذج للشغل بتاعك.